السيد النائب عزيز بن إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، يشرفني أن أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية لتقديم مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، وذلك قصد ملائمة القوانين الخاصة بها مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وكيفية انتخاب أعضائها، خاصة القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لمكتب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة وباقي أعضاء اللجنة على تفاعلهم الإيجابي والسريع مع هذه المقترحات من خلال مناقشتهم للإطار العام الذي جاءت فيه، وإبدائهم بمقترحاتهم بمقترحات وتعديلات لتجويد هذا المنتوج. كما أتمن دعوة أعضاء اللجنة إلى اعتبار هذه المقترحات فرصة من أجل دعوة الحكومة إلى مراجعة الإطار القانوني للغرف المهنية عن طريق تعزيز اختصاصاتها وتطوير عملها حتى تكون أداة ناجعة وقوة اقتراحية لتطوير الأنشطة الاقتصادية والفلاحية والتجارية والصناعية والخدماتية ببلادنا. كما نشكر الحكومة من خلال وزارة الداخلية على تفاعلها الإيجابي مع هذه المقترحات وقبول مناقشتها. وسأقدم باختصار هذه المقترحات على الشكل التالي: أولاً، المقترح الأول مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 27 من القانون 27/08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية. يهدف هذا المقترح إلى نسخ المادة 27 من القانون 27/08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية التي تنص على انتخاب كل غرفة من بين أعضائها المنتخبين ممثلا لها في كل مجلس عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها، وذلك قصد الملائمة مع القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي نص في مادته 102 على أن انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يتم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمل أو الإقليم المعني. وبالتالي ألغى حقية الغرف الفلاحية في انتخاب ممثل لها بمجالس العمالات أو والأقاليم، وبالتالي أصبحت المادة 27 من القانون 27/08 غير ذات جدوى، ووجب حذفها للملائمة. نفس الشيء ينطبق أيضا على المقترح قانون الثاني، والذي يقضي بنسخ المادة 6 من القانون 497 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري. يهدف هذا المقترح إلى نسخ المادة 6 من القانون رقم 497 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، التي تنص على انتخاب كل غرفة من غرف الصيد البحري من بين أعضائها ممثلا لكل عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها، وذلك قصد الملائمة مرة أخرى مع القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي نص على انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمل أو الإقليم المعني. نفس الملائمة أيضا بالنسبة لمقترح القانون الثالث، الذي يقضي بنسخ المادة 22 من القانون رقم 18/09
بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية. فبعدما ألغى القانون التنظيمي رقم 59/11 طبيعة المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حق غرفة الصناعة التقليدية في انتخاب ممثلين لها بمجالس العمالات والأقاليم بنصه عن انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالات أو الإقليم معني، فإن المادة 22 من القانون رقم 18/09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية لم تعد ذات جدوى، وبالتالي وجب حذف نسخها قصد الملائمة مع القانون التنظيمي رقم 59/11 المشار إليه أعلاه، الذي نسخ الجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية من القانون رقم 97 المتعلق بمدونة الانتخابات. وخلاصة مقترحات القوانين الثلاث هو ملائمة الأنظمة الأساسية لغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية بحذف المواد التي تنص على انتخاب ممثلين لها بمجالس العمالات أو الأقاليم التابعة لدائرة نفوذها، ملائمة مع المادة 102 من القانون التنظيمي 59/11 التي تنص على أن انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم. وانتقل إلى مقترح القانون الرابع، وهو أيضا يتعلق بملائمة ولكن ملائمة من نوع آخر. مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 30 من القانون رقم 38/12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. لقد كان من المستجدات المهمة التي جاءت بها القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين ذات الصلة بمختلف الأنظمة الأساسية للغرف المهنية اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب الرئيس ونوابه وأجهزة المجلس واتخاذ كل قرارات المجلس، مما اعتبر خطوة في اتجاه تخليق الحياة السياسية ومحاربة العديد من أشكال الفساد والمصائب التي تعرفها مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية أثناء انتخابها لأجهزتها. وفي هذا الإطار تم تغيير وتتميم القانون رقم 38/12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالقانون 62/15 الصادر بتنفيذه الظاهر الشريف رقم 115/95، حيث تم اعتماد التصويت العلني بدلا من التصويت السري كقاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة وقاعدة لاتخاذ جميع المقررات التي تتخذها هذه الغرفة، لكن تم إغفال هذه القاعدة بالاحتفاظ بعبارة التصويت السري في المادة 30 خاصة في فقرتها التاسعة. وبالتالي تقدم فريق العدالة والتنمية بهذا مقترح القانون قصد حذف عبارة السري من هذه المادة ملائمة مع مقتضيات القانون رقم 62/15 المشار إليه أعلاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً بالسيد النائب.